واش تعمل هوني، اش قاعده تعمل هنا، شنو شنو البلاصه اللي هي فيها؟ اي نعم انا في يود قاعده في بنزرت، تحديدا تحديدا في القنطره، تحت القنطره بتاع بنزرت. يا ربي راش اش تعمل هوني؟ اش قاعده تعمل هوني؟ انا قررت من البلاصه هذه باش نعمل لكم كوجينه، كوجينه تقعد معاكم رمضان كامل، كوجينه تعطيكم افكار شنو باش تطيبوا في سيدي رمضان، افكار بحريه سورتو بحريه، خاطر انا لاحظت اللي احنا تويسه ما عندناش فكره كبيره على الحوت. دونك هذيك علاش انا قررت والكيب الكل قررنا باش نسميو ليميسيون تاعنا الحوت عليكم. دونك مرحبا بكم في الحوت عليكم، اقعدوا معنا رمضان كامل باش نتعرضوا برشا 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 انواع نتاع حوت، باش نتعرضوا برشا ديزاتيس من عند الشيف. كي تو تستنيو في شكون الشيف اللي متخسي طلعناه والبلاصه سي طلعناها، زعما شكون الشيف اللي باش يعمل لنا ليميسيون الحوت عليكم باش يطيب لنا رمضان السنه وباش يعمل لنا برشا برات بهين. انا سقسيت عرفت شكون الشيف هذا اللي باش نجم يكون يفهم في الماكله البحريه 100%. لقيت شيف في الطياره برشا، ماكلته بنينه، عبد ناس مليح ياسر، سمباتيك على الاخر، عبد هابي على الاخر. تو من بعد تعرف شنو حكايه الهابي. دونك من غير ما نطول عليكم اكيد تو تحبوا تعرفوا شكون الشيف وشنو الدباره تاعنا اليوم. دونك اقعدوا معنا وتابعوا معنا الشيف شكون. ولا تقدير عايش يقولي بالامثل. لا ما قلت حتى شيء والله. اكيد سيد المشاهدين يعني بيه تسلي يعني بيه ان شاء الله ان شاء الله. قديش الشيف ماهر بالحق تبارك الله عليه في الاكله البحريه ان شاء الله بيسور. خاصه احنا في الحوت عليكم حبينا نعمل بيسور كل مش 100% بحري، نقولوا 99% بحريه. خليو نعملوا ننوعوا شويه حاجات حاجات ملح حاجات لحم دجاج ننوعوا شويه شاء الله. اما حبينا نعملوا بيسك احنا في بنزرت ورمضان سنه جينا في الصيف وكل، دونك قلنا نستغلوا البلاصه اللي احنا فيها والامبيونس اللي احنا فيها ونستغلوا الحوت نتاعهم ونقدموا به اكلات سهله، خاطر احنا توا في يود ودي كونديسيون صعاب مش كيما في كوجينه في دار وكل. دونك لازمنا نخرجوا بالصيف دباره، لازمنا بالحق نعملوا دباره بالصيف ونتاقلموا وي نتاقلموا مع الـ مع الامبيونس اللي احنا فيها. الوغ شيف اختي مرحبا بك رشا، عايشك يا شيف. والله انا 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 تشرفت بمعرفتك ساعه بيون بار فريمون، انت طفله دوي برشا عايشك. وعلى ما حكيوا لي قالوا لي مات امبيسيوس، تحب تعلم كوجينا هكا، تحب تعلم الطيب كذا كذا. نعم هذه حاجه سيدي، وانا نفرح راهو هكا كي راه هكا راني ما نفهم حتى شيء في الكوجينا. راني بالحق الصبيه اللي كيف اللي ما عندهم حتى علاقه بالكوجينا، انا في الحوت عليكم قررت باش نتعلم كيفاش نطيب. لا نفهم لا في اللفاحات، لا نفهم لا في الحوت، ما نفهم حتى شيء. نعرف نعمل شويه سكالوب وشويه مقرونه بيضه هكا هاو. دونك في الحوت عليكم باش نتعلم انا نطيب، واللي يتفرجوا في الزده باش تعلموا طيب من عند شكون؟ من عند الشيف ماهر. مرحبا بك رشا كيما العود، وان شاء الله نتمنى رمضان مبروك لجميع المشاهدين كيما قلت انت في تونس وخارج تونس. وعندي برشا اصدقاء نحييهم اذا خارج تونس كثير بالطبع الوطن العربي. وكيما ترى احنا الغايه من ليميسيون تاعنا هي معناتها اللي باش نعملوا حاجات معناتها فهمتي قله نادره معناتها موجودهم. سامحني شفنا يزينا يزي نبدلوا فوالا نخرجوا من الاوردينا. عندنا بلايص مزيانين برشا في تونس لازمنا نستغلوهم. بيان سور بيان سور. نستغلوا سطور الماكلات نتاعهم التقاليد نتاعهم. احنا اخترنا بنزرت خاطر رمضان سنة جينا في الصيف. بيان سور بيان سور. دونك لازمنا نختاروا بلاصه هكا مروحه، بلاصه بحر بحريه وكل. بيان سور بيان سور. اي شيف. وكيما ترى انت تو الحر. ساعه شيف باش توعدهم بالاستيس نتاعك كيما وعدتني ولا لا؟ لا وعدهم بحول الله وعدهم بالاستيس. شيف باش يسهل لنا الكوجينه. احنا اخترنا دي منيو سامبل في ديكور صعيب، دونك لازمنا نعملوا حاجه سهله وتسهل لنا الكوجينه، خاطر انا صبيه واكيد البنات اللي كيفي لي جون اللي كيفي تقول لك انت كوجينه صعيبه. لا لا. انا شو نعمل في الكوجينه؟ احنا ماك شفت الغايه اللي مشينا السوق طمنا دورة في السوق وبنزرت وحاوزنا وقلت لي ماهر شنو الحوت وحبي تعرف انا الحوت. انا بيدي والله انا بيدي اكتشفت حوت ثم برشا حوت اكتشفت حوت والله اللي فريمون هو رخيص معناتها سمو معناتها باهي
ولكن معناتها كيش انت باش تحاولوا تردوا جاسترونوميك تردوا معناتها انت معناتها مقبول تاكل معناتها. لا معك انت شفت لا ان شاء الله ان شاء الله نتبرى بالحوت ان شاء الله ان شاء الله حوت كما ترات اليوم اكيد توسد بسيدتي هيا فك علينا رشا اعطينا صحيح شنو طيب اليوم هيا هاو باش نشوفوا شنو الشيف محضرنا اليوم كما ترى رشا هنا اون برينسيب هذوما تو باش نعمل اونتري معناتها باش نعمل مفتحات تاعنا باش نعمل ديكوريفات لا مايونيز اي ما فماش سوب اليوم لا 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 سوب هذاك اسمع انا بيجي باش نقول للشيف رمضان في الصيف اي جستمون الصيف ماهيش نتاع شربه برشا صحيح احنا رمضان تعودنا بيه سوب وكل بيسور بيسور اما في بحر وطقس وفيوت وهكايا ماذا بينا حاجه لا رشا اجا نقول لك اسمعني تو جينيرالمون تو مانيش نجي نعلموا السوب للعباد باش نعلمهم طيب الشربه الناس كل طيب الشربه الناس كل طيب الحلال فما مثالي برشا راهو فما مثالي قاعدين يتفرجوا فيا برشا اللي بالحق ما يعرفوش طيب السوب لازم طيبي لي شيف السوب تعلمني تعلمني كيفاش نعمل دي سوب باك ان بو نصور فما حاجه ازين وبن برشا من السوب شو اللي في يدك هذه شفت هذه رشا هذه تسمى لا كروفيت فيوليت هذه اي الكروفيت عرفتها هذه ديجا اللون نتاعها هذه بقله نادره موجوده بقله نادره معناتها ما تجيش برشا معناتها في الميديتيراني والله واحد هو ودني بها معناتها قال لي معناتها فهمتني بيسكو سمعت بيك باش تعمل كوجينه وشايف في السوق هذا كذا قال لي هذه ماذا بيا معناتها كان معناتها تشوفها كيفاش ونحب بالطريقه نتاعها كيجي هذه لي اسهل طريقه هي بشويه كريمه على الجريل ولا انا اخترت اليوم باش نعملها مصبوطه في الماء باش نعمل معها معناتها دي مايونيز معناتها سي سامبل معناتها حاجه سهله واخترت البلا دي ريستونس اللي هو معناتها كيما ترى فريمون هذايا هذا الحوت هذا اللي اسمه شو الحوت الحجل هذا يعيطوا له الحجل تاع البحر فريمون انا من الاخر شيف والله غالي ولا ماهوش غالي والله العظيم صدقني كي نقول لك هذوما كل قداش والله 10000 فرانك هذوما الكل دي دينار 10000 فرانك هذوما كل هذا يسمى باش نعملوا بهم كل شيء شيف سوب تاع هذا جي بي تري بون سوب لابويا باس يقولوا في الريجون تاع مارسيليا يقولوا لابويا باس وعندك هذا انا اخترت باش نعمل كستي سلت واحد بحار اللي بالي الحوت هذا قال لي جي كستي هذا كستي بالحجل اللي تسمى انت زاد تو باش تراه حاجه اللي البحر يقول لك تيريمير شو التيريمير اللي تلقاها في البحر تلقاها في البر تو تعرض برشا انواع نتاع اسماك اللي تنجا اساميهم معناتها كيما احنا 30 حلقه 30 باره ماذا بينا نتعديو مرسوا معناها انواع الحوت الكل نتعرضوا لهم سيب خاطرنا حسب ما حكيت مع الشيف بالحق لازمنا سيت ولا ويت سيزون شيء باش نتعرضوا كمل الحوت كل في البحر كل احنا باش نحاولوا شيء نتعرضوا كيما ترى رشا فريمون ارخص واسهل كيما ترى فريمون تو كي ترى لي كولور هذوما عجزوا الرسامين نتاع العالم باش يخرجوا الوان من نوع هذا الوان معناتها عند ربي سبحانه وتعالى شيف شوف فريمون شيف ما عجزش باش يطيب لنا كسي بالهجل شوف فريمون شوف لي كولور شوف معناتها لا بوتي معناتها فهمتي شنو الفرق شيف بين الالوان معناها هو كله حجل كله حجل هذاك تسمى حجل هذا الام وهذا البو هذا الولاد ولا كيفاش كيك باهي هنا تو كيما ترى انا غليت الماء استنى 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 لا لا شنو شيف تاخذ بلاش ديسير؟ لا الديسير انا اخترت باش نعمل دلاعه ديسير اليوم. حتى تعرف مع الكسكسي رزين وكذا كذا والدنيا اليوم سخانه فاتت ال 40 دونك معناتها ماذا بينا فهمتي نعملوا برك قال لي اسمع اليوم سخانه 60 لا 60 سخانه تي تو زيد 20 فهمتي حسيتوا دونك هنا ناخذوا فهمتي الطنجره تاعنا هذيا نحطوا معناتها فهمتي باش نبداو بالكسكسي احنا جيستومون باش نسبقوا الكسكسي من بعد نحطوا ترى زيت زيتون هنا او حاجه تونسيه ولا. بها اول حلقه مثال شنو الكسي خاطر الكسي ديجا معناتها مستحب مع مع النوع تاع الحوت هذا الكسي والمقرونه بالطبع هذاك في رمضان تو المقرونه ديما في الطاول تلقى ديما الناس مقرونه هذيك ما تنساش باش تاخذوا باش مقرونه نحطوا في الشيء لازم نحطوا الكسكسي الكسكسي بون شوف ترى بخضره معناتها تاع حوت شويه بصل شيف لازمك تفهم فهموا سيد المشاهدين اللي انا ما نعرفش نطيبك الطرف اللي تحكي عليها انت شيف انا ما عندي حتى علاقه بها وسيد فما برشا من امثالي اللي قاعدين يتفرجوا فيا شيف ما عندهم حتى علاقه كيما ترى مليني واحده رشا كيما ترى مليني واحده طبعا انت زانغريديون تو تشوف ديجا حطينا فانتا فلفل حطينا فلفل زيت فلفل بصله هذاك زيت زيتونه كيما ترى فيها هذاك زيت زيتونه فهمتي نطفيو البصله نحطو ديجا علي ما قصيتهاش حاجتها هكاك الخضره البصله لا هكاك صحيحه اخي ربك ما تعرف انا بعد في لابريزونتاسيون في التقديم نحب تكون حاجه ما تعطي ديما عندها فالور فهمتي تحطها في الزيت لافيح لحتى شيء لا ما زلنا تو باش نحطو مغرفه طماطم معجونه مغرفه واحده كهو برسيب مغرفه ونص دوبلاش ما نعملوش احنا برشا كسي ونقعدوا نقليه كيما هكا علاش على خاطر الخضره هذه
علاش قلت وقلت سبقت الخضرة معناتها من الاول على خاطر الحوت ما فيهش روح معناتها انت في الترتيب تاعو. شو احكي الحوت ما فيهش روح يا شيخ؟ اش معناها معناتها شنو استعملت تيب معناتها مش لحم على اللوش هذايا ولا دجاج ولا تشق معناتها مده تيب وبعد ترمي الخضرة في الداخل الحجل يطيب الحجلات بتاعنا الحجلات الحجلات حجله وعائلتها الحجله وبها حجيل وبناته حجيلات حجيلات كيما تراها هكا ايش تضحكوا عليا براسكم والله من فرحه شيء معناه في الماكله كيف كي برشا قاعده نتعلم تعبات حمص الكسي اي فهمتي وبعد نمرقوا ذا ونخليه يزغلوا نمرقوها شايف قديش مين لازمها تطلع الشتر الشتر جيستومون ما وانتر طون نفوحوا نحطوا الفيحه خاطر كي تحط الفيحه هنا فلفل الاكحل شويه فلفل الاكحل شويه تابل دوبلاش وملح وشويه ملح في سيزي رمضان ماذا بينا نقصوا من الملح اكل الملح جست ما انت وعينك ميزانك معناتها بعد كي قبل تذوق بعد في الاخر تشوف شنو الجو ايش باش يعطيك به كيما ترى هنا تو ناخذوا معناتها في الحوت ناخذوا كعبات الحوت تاعنا اللي هما حجيلات هذوما شايف حجيلات الذراف هذوك من الصغار حجيلات اي كي تو سيد المشاهدين ديجا هذوما صحه لهم فيات وحوت وكل ريت لازمهم يعرفوا اللي احنا قاعدين نتعبوا توا مزيانين انا شفت والله انا فريمون يسخفوني طوب شو تخي تيبو شوف كل لي كولور كل لون يطفوا هذو مشي سبحان الله ناي ذوب نظفتهم ذوب نظفت كعبات نظاف نظفتهم بربي شفت توا خاطر يمكن احنا في بنزرت نجم نلقاو برشا انواع نتاع حوت أي. اما اسكو في الولايات الاخرى نجموا يلقاو انواع حوت هكا بيان سور موجود تمشي توا بارتو معناتها احنا توا في الميديتيراني احنا لا ميديتيراني شي لا ميديتيراني هي معناتها فهمتي الميزه نتاعها هي حوت شو الخصائل تاع البحر المتوسط هو حوت فريش تو سامبلومون باتم خضره فريشكه حبق فريشك زيت زيتونه مسلي على النبي معناتها الخيارات هذه تلقاها انت خويا كيما ترى انت راشا انا خاطر تعرف شيف كي نهبطوا المارشي اللي باش تقضي حوت أي. معروف يا باش تشري تريل يا سردين يا دورات قاروس هذيك راهو فاش ترى انواع تاع حوت جيستومون ما هو غابت على لي تراديسيون تاعنا هاي غابت على لي تراديسيون تاعنا احلى خاطر معناتها فهمتي اون شيرش با وما لوجيش نعرفوا دونك نتعدى على نصبه تاع حوت راه انواع تاع حوت كيما كان نقعد فيها تقول تفك عليا هذا شنو الشقل هذا تو شنو قاعد نطيب انا ونقص ونظف وكذا كذا هو راه تو الحوايج دو جور تو اكتيلمون يبيع لك حوت زيد ينظفه لك ومعاه الشبيبه كي كنتوما توا زيد يعطيه لك في صحن يقول لك برا خويا وكونوا بالشفي لك تحيه كبيره الحوايج بنزرت وسوق بنزرت كل الحق انا فرحوا بينا بالكدا كيما ترى رشا انا يبدا يسميوني في جيستومون هاي خاطر حتى شيء اما توا نتصور انا بعد رمضان باش تولي تعرف برشا حوت انا شيخ قال لي في الحلقه الاخرى كان ما نلقاكش حافل على كل الحرب حكيت لك الاخصائي قارس الماء هذاك تذكر فرحت صار لي شايف كليتني بالكليب شنو تعمل غادي الماء باش نحي شويه لاسيديتي نتاع الواحد فهمتي ونرمي توا الكريفات نتاعنا نرميهم خليهم يتصمتوا في الماء اما نتصور شيف الكروفيت هذا النوع نتاعو غاليه غاليه بون هذا راهو بصفه هي اليوم معناتها غالي شويه خاطر اما هذيك في وجه السوق شيف لا لا الاولى كلها بايس طيب في حاجة غاليه لا لا اون برانسيب كيما قلت لك هذه معناتها هو انا حبيت نعرف بيه على خاطر هذا البرودوي هذا معناتها فهمتي بقله معناتها موجود برشا من الناس ما يعرفوهوش فهمتي وبالحق سفري تو ترى معناتها كروفيت من النوع هذا هذه معناتها مش كروفيت هذه راهي هذه من الفامين تاع الشفريت شفريت كروس معناتها شفريت تكبر فهمت كيفاش هذه تسمى تسمى لا فيولا هذه تسمى لا فيولا لا فيولا لا فيوليت معناتها فيوليتا فهمتي فيوليتا لا فيوليتا كيما ترى هذوما نحطوهم معناتها فهمتي تيبو في الماء بالقارس شايف باك القارس هذاك حاطين لهم فلفل قلت فلفل اسمه هو الملح لا 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 ما تملحوش الماء هذاك كي طيب خضره هذا مشاهدين راه يضحكوا عليا يقول لك هذه شو مدخلها في الكوجينه ما عندها حتى علاقه بالكوجينه يعني بالحق ما عندي حتى علاقه ما نحب نتعلم خاطر حتى الترتيب نتاعها سهل وليزاستوس نتاعك شايف اللي باش يزيدوا يسهلوا لنا الكوجينه ولا كيما ترى على شهنا تو برينسيب هذاك النجم نحيوه هذاك هذا ما عادش حاجه نخبيوه في الفريجيدير هذاك نستعملوه مره اخرى نستعملوه هذيك ترى نعمل لك فيها شوربه نعمل لك فيها حاجه اكتشفت وانا نحضر انا والشيف اللي بالحق ما يلوح حتى شيء اي ما يلوح حتى شيء كيما قلت لك الكوجينه ديما نقول لك ريان سوبر تو سي ترانسبور حتى شيء ما يتلوى في الكوجينه ظل اليوم نجم تقرب وغدا تبدلوا اما شو ديما تلعب على الديكوراسيون تلعب على البلا وتلعب كيف انا بالحق ناكل ياسر بعينيا دونك انت ديما نحب الحاجات المزينه فوق الطاوله انت ارتيست تعجبني حاجه فيك انت ارتيست واه ايوا على الشيف كيما ترى رشا ذا كوسي ذا نفور كوسي ذا كوسي نفور ديجا فما شمس شويه زيت
زيتونه. لا لا سوي زيتونه بيسكو احنا توا في رمضان مانيش باش نستهلكوا معناتها الزيتونه معناتها في ايترا ولا ياك جوست شويه باش يفوح كومام ذا كومام ما فيها بيس تو رمضان واحد صايم وعلى ريق وكذا كذا صحيح شي حرم روحه زي حتى فنتي من طرف زيت ولا هكا الناس تعاون تو تبارك الله في سيدي رمضان ايه. بالحق العباد تهون ليه توا سيرتو لا كجمعه ايه. الاولى والجمعه الثانيه بعد كانزين ثانيه تلقاها يبينوا ما عادش يحبوا كيما تراه هنا رشا ديجا يعاونوا برشا شيخ على بيسور بيسور. على دباراتهم وعلى شقافتهم كيما تراه الكرسي كيما نحطوه كيما هكا في الكسكاس خليه ديجا يستفيرتو وبعد حطيت له زيت زيتون جيستومون يفور الكرسي بالكدا بعد نسقطوا الحوت اللي باش يفور حوت توا حوت تاعهم اللوطه شايف مع الخضرة وكل ما قعدش يقعد وقت شايف والله هو توا الكرسي بالحوت زيد انا ماما بالطريقه هذيا 30 دقيقه نص ساعه يبدا الكرسي على برا بحول كيما ترى الحوت هذا تو ناخذوا له نفوحوه شنو فلحو هذا شيء؟ فوحونا بشوية فلفل زينة دوبلاش هو فيها الوين وانت كملتوا فلفل زينة جيستا ما فيها بس يعملوا الهابي ونحط له معناتها فتي شوية ملح شوية فلفل اخر دوبلاش راهو شوية تابل استنى نوضحوا لسيدة المشاهدين هاي راهو من الاهم الفحات هوني ماهمش متخبين خاطر فما شوية ريح مش قاعدين في اليوت وشي دونك ريح يريح ما نجمش نحطهم هوني سنو الكل يتيه اما هكا نقولوا لكم شنو شنو الفحات شنو لازم اون برينسيب كيما ترى سي بون كيما هكا نفوح الحوت هذا نفوحوا ندخلوا له الفحم نتاعو عاودي شوف شنو حطيت في الفلفل حطيت شويه فلفل زينه شويه ملح شويه فلفل اخر واللي يحب يحط شويه ريس عربي يحط شويه ريس عربي يفكي يذكي به وفما ناس هذاك التابل هذاك التابل انت حاجة فيها اي شويه التابل راس حانوت شاك شويه ذاك الحوت تاعو وفما ناس ينجموا في الكسي بتاعهم شوف راس حانوت راس حانوت هو ميلونج دو كاتري بيس اي اللي هما كاتري بيس هما تابل وكرويه وفلفل شايح ورند وثوم يشيحوهم في السيف يشيحوا بالكدا بعد يزوم للطاحونه ويرحيو معناتها في الطاحونه معناتها ترحاو في الطاحونه بالكدا ويعملوا منهم عمله كما تراو تو كسي ديجا كسي فور فور كي فور كسي معناها لازمنا نحطوا جوستومون هذه التفويره الاولانيه مع الخضره تو باش يعطي الطعم تاع الحوت ديجا تو شوف ما نقصوهاش الحوت لا لا انا خليها صحيحه كيكا علاش عزينه عزينه باش نقدموها مو ديما قلت لك راهو الديكور تاع البلا ما عنده قيمته فهمت كيفاش نخليو الكس الحوت هذاك نتاع 20 مينوت شايف يقعد اون برينسيب تاع درجين من زمان درجين 5 مينوت معناتها ديجا معناتها يتطور الكس معناتها يريق ولا والكروفيت نتاعنا سيين الكروفيت اون برينسيب سي بون الكروفيت ديجا انا ما نطيبهاش برشا الكروفيت تو باش نقدموها في الصحن نتاعنا ناخذ الصحن قديش تقعد وقت شيف الكروفيت باش والله اجا نقول لك هو اي بيليسيون معناتها الماء غلا تاع الكروفيت تحطها بوندون 10 مينوت درجين من زمان 10 مينوت درجين من زمان تبدا الكروفيت على برشا فما فخوي دماغ شيف اللي يشد برشا وقت في الماء لازم 40 مينوت حاجه هكا انا هو لا هذاك تو نتعرضوا له هذاك القرنيت القرنيت اون برينسيب القرنيت يقعد لا شير معناتها شيف عندي شويه باجاج راهو معناتها راك ملم ولا تقول الشيف ما تعرف حتى شيء عندي يظلي محضر روحك من اليارا باش باش ولدي انترنت اكتب مميتي امي اللي نقاها طيب في الكوجين نسير باش نقول للشيف ما يقولش سبوا هذه ما تفهم حتى شيء لا والله انا فضحت روحي قلت صدقني شيف راني صدقني تي تران كونت نهار تطلبوا مني معناتها فنتي الاخوان معناتها فنتي بسام معناتها فنتي ليميسيون تاع الماكله تاع الكوجين هذيا التلزق قعدت صدقني وليت النوم مع شريقته في الليل وانت خاف نقول هي بالحق صعيبه بالحق راهو صعيبه 30 دباره 30 دباره تاع لازم معناها ديسير وطبق رئيسي وكل انا قلت له شايفني مش جيبهم لي نجيبهم 30 دباره نقول لكم اش قال لي قال لي خليها عليا وخليها على جوستومون جوستومون تو ليدي صدقني تو نحضر ساعات نعمل بلانيفيكاسيون نتاع دي منو نقول لا تو باش نعمل نكتب ورقه ناخذ ورقه نقول باش نعمل كذا كذا اليوم وكذا كذا نقوم الصباح نمشي للسوق نقطع الاوراق ونبدل البرنامج كل الديستيناسيون كل تبدل تولي حق يولي قلم اخر فهمت كيفاش كي راه حوت كيما نوع هذايا كيما اليوم ريت هذايا فهمت الحجل وريت كذا كذا قلت سبحان الله معناتها فريمون عندنا دي شوز عندنا في بلادنا حاجات وما كناش معناتها فهمت فايقين بهم بالحق انا نوصل نشوف حوته كبيره معناها نتاع عائله حق ساندويتش تفكر وانت قلت لك شيء بيان سور بيان سور اي يلا معناها نعرضوا لها بربي حوت هذيك شيف حوته كبيره نتاع بالحق حق ساندويتش معناها ماهيش اسمها غالي شو هذيك سي لا صوص مايونيز هذيك كريفات لا مايونيز معناتها في سامبل كيما ترى تخشر الكعبه فانت تباكل تاكل هذيك المايونيز ثقافه والله فكرت تحب على المايونيز تحب الامور هذيك
توا شاف نتعداو للدستور وبعد نرجعوا لروسي اون برانسيب اي. مالا انت شايف كمل القصة نتاعك وانا نكمل نغزر هكايا نتمتع بالكروفيت هذا ونحضر للشيف الديسير اللي هو سميناه جو دونفون للصغيرات الكل. اخذوا معانا وتابعونا شوفوا الديسير نتاعنا اليوم شنو. كيما ترى كيما ترى رش الكسي ذي معناتها بالحجل معناتها ديجا حاضر. انت بعد توريق اللي صحنا نمسحوا مزين مزين شوف سيفا وبرين حتى ريحته باهيه. اوكي مقصوصه مستويه شيف انت قصد اللي انا توفش زينه شنو تعمل انا توفش تعمل مبراج براج عاديين نتاعنا كالعاده. نقول لك برج دلاع انت اعطيني برج دلاع نتاعي خذ نتاعك انت كيفاش نعملهم ابراج نتاعك هكا زينوهم صحن شو شرابو على الديكوراسيون. احنا بالطبع كيما قلت لك ديما لوبجيكتيف معناتها بدي من الواحد اللي هما معناتها فهمتي ماكله ونعطيو دي ديكور معناتها نقدموا حاجات باهيين مستحبين هكا فهمتي. شفت كيفاش تعرف هذه اللعبه باهيه ولا خايبه؟ والله دلاعه على السوشي هذه دلاعه باهيه دلاعه خايبه. اون برانسيب هذه دلاعه كي ماس يقول لك دلاعه ماس تاخذ دلاعه تعمل هكا كان هي جاوبت راي معناتها كي تعمل هكا تحس ايكو تحس ايكو معناتها ايكو دلاع دونك معناتها باهيه معناتها طايبه مليانه. اذا تعمل هكا بنتي تحس فيها معناتها اللي ما جاوبتكش معناتها تحس نتاعها بنتي دونك دلاع فك علينا منها. هذه جاوبتك شايف ولا جاوبتك دلاع هذا جاوبتك ظاهره جاوبتك حتى تبارك الله دلاع حاضر عملت لها بال اخي عملت لها بال استاذ قالت لي شايف نجم تشريني راهو فهمتي انا دلاع منها شايف سيف معناتها تنجم تعمل هكا تقدم بنتي كيما هكا تخدم دلاع نتاعك. دلاع هذيك خبيها الشيء هذه خليها ناتي طبعا خبيها تنستحقوها الشيء ولا كيما ترى معناتها مساء يعني ما عادش حاجة كبيرة شيء. لا سي بون سي بون رحمت لي انا بالتقديم هكا باش ما تقولوش رشا ماهيش تعمل حتى شيء. تبارك الله عليك انا قاعدة نعاون في الشيف وقاعدة نزين معاه ولا هي بنظافة هكا ولا شيف. لا تبارك الله عليك شيف يعطيك الصحة مزيان فما حاجة حاجة اون برانسيب تعرف اول نهار في رمضان شحال الشاي نعطيه كالعاده شويه ديكور معناتها فهمتي هكا الكسي نحط له شويه زبيب معناتها باهي الحوت الكسي راه بزبيب راهو إلي كونسيي راهو هو معروف الكسي بزبيب في العروسات. لا تو برشا من الناس يقول لك الكوزين معناتها نتاعنا معناتها اللي هي معناتها كوزينه عاديه معناتها وما فيهاش اجتهاد وما فيهاش بالعكس احنا الكوزينه نتاعنا عندنا المرقه الحلوه عندنا نجمو نطيبو كيما مثل تو الكوزين ماروكان معناتها ساس دي فير معناها احنا اخر احنا تحيه لبغيت المغاربه زاد نحيوهم تحيه المغاربه كل الجاليات العربيه اللي عندنا كل مش خاطر حبيت نقول انا شايف مش خاطر نحل فيوت وفي دي كونديسيون صعب باش نطيبوا اللي يجي بالعكس لازمنا نتاقلموا مع الجو والامبيونس احنا فيه ونخرجوا ماكله بنينه وماكله تشبع. كوموندور رجع الكوموندور رجع كوموندور من قبيله يقول لي هيا يا رجا كمل هيا يا شيف كمل خليك دونك يعطيك الصحه شيف على الدبره نتاع اليوم. ميرسي ونفكر سيدي المشاهدين اللي الشيف ماهر احسن شيف في الدنيا ناكد لكم راهو احسن شيف في الدنيا يسهل لنا برشا برشا الكوزينه وبالحق معناها الشيف سبيسياليتي بحريه نتاعو. ميرسي عايش ميرسي في الحوت فريمون تبارك الله عليه توا هاو باش تتبعونا بفضل ربي في رمضان وتشوفوا قداش الشيف ان شاء الله يستمتعوا معنا ان شاء الله نستمتعوا معاه لي زاستوس نتاعو والخفه نتاعو والروح الخفيفه نتاعو. دونك فكر سيدي المشاهدين اللي اليوم شايف تقدم انت شايف والله مش سيرش فكرهم انت شايف هذه اون برانسيب لا كروفيت معناتها فيوليت معناتها لا فيولا سميوها لا فيولا لا فيوليت هذه معناتها طيبناها في الماء مع صوص مايونيز صوص مايونيز الديسير استنى الديسير اللي هو الديسير اللي انا الدلاع انا بريسك عملت دلاع اون فونتيزي دلاع اون فونتيزي صحيح حسيت اصعب حاجه شايف في برافو برافو الدلاع وهو زين وعمل ديكوراسيون نتاعو وهذيك شنو شايف هذا كسي هذا كسي بالحجل تاع البحر كسي بالحجل حجيله حجيله وعائلتها وعائلتها حجيله وعائلتها شايف يعطيك الصحه ميرسي بوكو على الدبره نتاع اليوم نستناوك في برشا برشا ان شاء الله ان شاء الله مستاهلين وما ياخذونيش برشا وقت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون بارتنا نتاع اليوم عجبتكم مستنيونا في حلقات جديده في نفس
نفس البلاصه مانيش نبدلوا البلاصه بون في بنزرت اما كل مره نحاولوا نبعدوا مره تحت القنطره مره في المارينا وكل مره في بلاصه دونك تبعونا وكل مره شوفوا البلايص اللي احنا فيهم وشوفوا تباراتنا وشوفوا لي زاستيس نتاع شيف مش تباراتنا تبارت الشيف يعني مش هنا تبارت الشيف ولي زاستيس نتاع الشيف كي عجبتكم الدبارة نتاع اليوم استنونا غدوه في نفس التوقيت وعلى نفس القناه وشيء طيب الناس الكل باي باي, باي, باي.